حالا ما کافی روشن است که دوستان از برادران است که مزنا گفتن چیز و اخویه کن الى الغايه التي لا يتصور مثلها بين البلدين ولا يحتاج الى تصريحات او الى كلام مخصوصا شخص اي كان مؤشر سجل الله شان از مدينة لحر ايد وقتا رشاد ليلة فاشل ملس اجعلني سعيدا حيث افوز بلقائكم مرة اخرى. من اسعد اللحظات لدي فعلا أن أستقبل أخي الرئيس داوود خان بعد هذا الوقت الطويل أكثر من 23 سنة. يعني بهترين فرصة هاي سبب بيشما بعد هذه مدة هاي طويلة دوستي من جديد وسميني خرا للقاهرة. وأنا آسف طبعا لأنه في المرة الأولى أنا كنت عائد من أمريكا وأوروبا وكنت مريض يعني. ما معذرتنا خان في درب وهلي أول ما از امریکا آمدم و از اروپا و مریض بودم و نتانستم که در اموه رفتیم و چی شما باش؟ ولی ما کامل میدانستم ولی خانست در این شما باش و اريد ان اعبر لأخي رئيس داوود خان هذه فرصة للشعب المصري لكي يعبر عن شعوره نحو الرئيس داوود ونحو شعب الأفغان الشقيق والدنيك فرصتی بیشتر میکش برای مردم مثل که احساسات خود با در برابر شما و در برابر مردم افغانستان ابراز کنند احساسات دوستانه و احساسات صمیمیت رو برادری.